أثار إعلان وزارة الداخلية السعودية السبت إعدام 81 شخصاً ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أوضحت الوزارة في بيان عبر حسابها الرسمي على تويتر أن الذين قتلوا أدينوا باستهداف دور العبادة وعدد من المقار الحكومية والأماكن الحيوية التي يقوم عليها اقتصاد البلاد، والترصد لعدد من المسؤولين والوافدين واستهدافهم، والترصد لرجال الأمن وقتلهم والتمثيل ببعضهم، وارتكاب عدد من جرائم الخطف والتعذيب والاغتصاب، كما أدينوا بتهريب الأسلحة والذخائر للمملكة وتنفيذ مخططات تنظيم داعش والقاعدة والحوثي. وفي تفاصيل الإدانة، بحسب معلومات العربية، يبرز ملف تفجير الدالوة في الأحساء شرق السعودية الذي راح ضحيته 8 أشخاص وإصابة 9 آخرين. استحولت الأحساء وفقاً للعربية إلى ميدان لهجوم إرهابي في نهاية عام 2014 استهدف إثارة الفتنة الطائفية، حيث هاجم 4 إرهابيين حسينية الدالوة في ذروة الاحتفال بمناسبة عاشوراء. ومن ناحية أخرى، أثارت حادثة الإعدامات انتقادات واسعة في الوسط الإلكتروني والإعلامي بحسب CNN، فيما رد الأمير عبد الرحمن بن مساعد عبر تغريدة له قائلاً: من أعدموا هم من ارتكبوا المجازر الصارخة، فقد استهدفوا المساجد والمقار الحكومية، واستهدفوا بالاغتيال عدداً من المسؤولين، وقتلوا رجال أمن ومثلوا بجثثهم. وتابع الأمير قائلاً: إما أن جهلك فادح أو أن حقدك فاضح. وقد أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام ببيان وزارة الداخلية وفقاً لصحيفة سبق، وقال إن هذا البيان المبارك والموفق شفاء لصدور المؤمنين من خلال الحرص على تطبيق أحكام الشريعة. وبدوره أكد الكاتب والمحلل السياسي سلمان الشريدة لصحيفة سبق السعودية أن الأمن السعودي خط أحمر، ولا يمكن التهاون أو التساهل أو التسامح في هذا الملف مهما كلف الأمر، كما أنه يعزز من الثقة بقيادة تثبت دائما التزامها بنهجها الذي يقوم على تحقيق العدل. وبالمحصلة، لاقى ملف الإعدامات انتشاراً واسعاً وقوبل بانتقادات، كما قوبل بالإشادة على حفظ المملكة العربية السعودية لأمنها واستقرارها، نابذة كل محاولات إثارة الفتن الطائفية وأسباب الفرقة والاختلاف بحسب المعلقين. كيف إذن سيكون رد المملكة على كل ما سبق؟